مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. في مديرية شهداء ميسان جهود متميزة وإنجازات كبيرة خدمة لذوي الشهداء من أبناء المحافظة. الطالب علي محمد حطاب ينال شهادة الدكتوراه في التربية الرياضية عبر قناة مؤسسة الشهداء. وفي زاوية أخبار مؤسسة الشهداء نتابع. لدى لقائها رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية جسم محمد جعفر، رئيسة مؤسسة الشهداء سيدة ناجحة عبد الأمير الشمرية تؤكد حرص المؤسسة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه ذوي الشهداء. أكدت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري حرص المؤسسة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه ذوي الشهداء على الرغم من الأزمة المالية التي تواجهها المؤسسة ومؤسسات الدولة الأخرى. السيدة الشمري ولدى لقائها رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية جسم محمد جعفر أشارت إلى أن المؤسسة تسعى إلى تلافي الآثار السلبية للأزمة المالية باعتماد الآليات المناسبة فيما يتعلق بصرف حقوق وامتيازات ذوي الشهداء. اليوم استقبلنا الأستاذ جاسم محمد جعفر وكان وزيراً سابقاً، وهو يعرف العمل التنفيذي وله باع طويل في إدارة الوزارات، واليوم هو عضو مجلس نواب، فأحب الاطلاع على سير العمل في مؤسسة الشهداء، وبينا له كثير من القضايا المتعلقة بشؤون ذوي الشهداء وبشؤون إدارة مؤسسة الشهداء. ففي الجانب التنظيمي للمؤسسة اطلع على سير عمل أو الضوابط التي نعمل بها لخدمة عوائل الشهداء، وخاصة ما نعيشه في المراحل الحالية من أزمات وتقشف اقتصادي. فرغم بينا أنه رغم شحة التخصيصات للمؤسسة وعدم منحها السيولة، إلا أننا نحاول بكافة الطرق أن لا نقصر مع عوائل الشهداء سواء في الجانب المالي أو الجانب المعنوي. وبصراحة بوجود شخصيات من عوائل الشهداء، شخصيات فاعلة، شخصيات تمتلك يعني عقل منور، تمتلك إمكانات واضحة، تمتلك إدارة، عاشت مجلس النواب أكثر من دورتين، وكل هذه التجربة الطويلة كلها كانت في لجنة السجناء والشهداء. هذا بصراحة يعني زخم كبير من التجربة، ولله الحمد تم نقلها إلى المؤسسة. هذا دليل واضح بأن المؤسسة قد تغيرت من حالة إلى حالة ثانية بدلائل الشخصية، تمتلك الإمكانات القانونية والعمل الإداري وتمتلك التجربة الكافية. الآن عندما سمعنا من السيدة رئيسة المؤسسة بعمل وأداء رغم المصائب والمشاكل الموجودة في الدولة العراقية والحكومة العراقية من قلة المال، من شحة المال، هذا بصراحة يعني يعطي مستقبلا يعني زاهرا لهذه المؤسسة. رئيسة مؤسسة الشهداء تلتقي عائلة الشهيد سمير مراد الفيلي الذي أقدمت عصابات داعش الإرهابية على إعدامه في الفلوجة. التقت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري عائلة الشهيد سمير مراد الفيلي الذي أقدمت عصابات داعش الإرهابية على إعدامه أمام شيوخ قضاء الفلوجة وناحية الجرمة في محافظة الأنبار احتفالا بمبايعتهم عصابات داعش. مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء
طارق المندلاوي، أكد أن اللقاء يأتي في إطار الرعاية التي توليها رئيسة المؤسسة إلى ذوي الشهداء، مشيرا إلى أن السيدة الشمري قدمت تعازيها إلى عائلة الشهيد وأبدت استعداد المؤسسة لتلبية احتياجات العائلة. اليوم تم استقبال عائلة الشهيد سمير مراد الفيلي الأركوازي، وهو كان جنديا من أبطال الجيش العراقي تم إعدامه من قبل التنظيم الإرهابي داعش بعد أن تم مبايعة المجرم أبو بكر البغدادي من قبل شيوخ الأنبار. واعتقد يعني أكثر وسائل الإعلام وضحت هذا الحادث. اليوم تم استقبال عائلة الشهيد من قبل معالي الدكتورة ناجحة عبد الأمير الشمري رئيس مؤسسة الشهداء، وقدمت التعازي، وكان هناك التفاتة كريمة من قبل دولة رئيس الوزراء بتكريم العائلة، حيث كان هناك تقديم مبلغ مالي للعائلة الشهيد، وكذلك إن شاء الله سوف يصدر أمر ديواني بمنح الشهيد رتبة ملازم. وأعتقد اليوم عندما نجد هذا البيت الكبير مؤسسة الشهداء الذي يحتضن عوائل الشهداء العراق، سواء كانوا شهداء في زمن النظام البائد وكذلك شهداء الحشد الشعبي وشهداء الجيش العراقي ووزارة الداخلية، أعتقد أن هذه الملحمة سوف يكون لها الأثر الطيب، وإن شاء الله مؤسسة الشهداء تبدي استعدادها الكامل للدعم ورعاية ذوي الشهداء وكذلك مساندتهم وتلبية احتياجاتهم الضرورية. رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري تلتقي عددا من ذوي الشهداء وتوجه بحل المشكلات التي تحول دون الحصول على حقوقهم وامتيازاتهم. التقت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري عددا من ذوي الشهداء في إطار لقائها الأسبوعي بهم، ووجهت بحل المشكلات التي تواجه ذوي الشهداء في الحصول على حقوقهم وامتيازاتهم. الخبير الإعلامي في مؤسسة الشهداء كامل الكناني أكد حرص رئيسة المؤسسة على التواصل مع ذوي الشهداء ومتابعة إنجاز معاملاتهم وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيرا إلى أن جهود رئيسة المؤسسة في هذا الاتجاه تنم عن شعورها العالي بالمسؤولية تجاه شريحة ذوي الشهداء. تفضل رئاسة المؤسسة في هذه المرحلة بمجموعة من المهام الأساسية، في أولا موائمة وضع مؤسسة الشهداء مع الخطة الحكومية لتطوير وتنجيز وتسريع تنفيذ حقوق المواطنين، وهذه خطة تحتاج الكثير من التغيير في بنية المؤسسة وفي آلياتها وفي سياقات عملها. والجانب الثاني تحقيق طفرة في نسبة إنجاز معاملات المواطنين، وهذا أيضا يحتاج إلى جهد إضافي من المؤسسة. هنالك فرصة أو ربما احتمال أن يضاف نوع آخر من شهداء مثل شهداء الحج الشعبي أو شهداء الإرهاب إلى بنية عمل المؤسسة، وهذا يحتاج من المؤسسة نهضة كبيرة في نسبة الإنجاز. البعد الثالث البعد الإنساني والعاطفي والشخصي، تقوم رئيسة المؤسسة أسبوعيا باستقبال مجموعة من المواطنين والسماع منهم مشاكلهم مباشرة من ذوي الشهداء وحل مشاكلهم وما يعانوه بطرق إما استثنائية أو بتستفيد من رصيدها في علاقاتها السياسية والاجتماعية والخاصة. وهذا بالحقيقة يعني أقصى ما يمكن أن يقدم رئيس مؤسسة لمؤسسته، بأنه يتواصل شخصيا ويضع كل إمكاناته في خدمة المؤسسة وفي خدمة الشريحة الاجتماعية لتستفيد المؤسسة. راجعنا مؤسسة الشهداء بغداد والتقينا برئيسة مؤسسة الشهداء، والله معاملتها كانت بصراحة يعني ما توقعنا هيك معاملة جيدة وبالأخلاق، وإحنا نشكر الدكتورة مسؤولة مؤسسة الشهداء بغداد وزائدا الكادر، بصراحة يعني ما توقعنا هيك أخلاق، تلقونا ورحبوا بينا وحتى مطالبنا يعني بصراحة حققوها، وأنا أشكرها. يعني أنا مريض مسوي 3 عمليات قسطرة في محافظة بابل،
وحكيت لها الظروف والاقرار زادن التقارير الطبيه. بصراحه يعني تفاجئت، اكو انسانيه موجوده لحد الان، اكو الشعب يعني اكو الشعب بي، اكو رحمه واكو شفقه واكو انسانيه. هذول ذوي الشهداء يعني ذوول تعبانين، وهي جاي تراعي جاي تزور. يعني ما اني شفتها مره مرتين ثلاثه بالتلفاز بس ما صدقت. بس الواقع هسه الغرض الامور تغيرت يا اخي، الامور يعني حسيت اكو فرق من السما للقاع. مديرية شهداء ديالى تقيم حفلا تأبينيا بمناسبة ذكرى السنوية الأولى لمجزرة سبايكر. تحت عنوان سبايكر دم ينتصر، أقامت مديرية شهداء ديالى حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمجزرة سبايكر التي راح ضحيتها 1700 شاب من منتسبي الجيش العراقي. مدير مديرية شهداء ديالى فاضل محمد شلال أكد أن استذكار ضحايا سبايكر ومؤازرة ذويهم جزء من المشروع الإنساني الذي تتبناه مؤسسة الشهداء، مشيرا إلى أن جريمة سبايكر تمثل امتدادا للجرائم التي ارتكبها نظام البعث البائد ضد العراقيين. قامت مديرية شهداء ديالى باحتفالية تأبينية بذكرى مرور عام على مجزرة سبايكر، هذه الفاجعة الأليمة التي ندفع ثمنها يوميا، وهذه الشهداء التي أعطت من الدماء من أجل البقاء، من أجل أن نبقى، من أجل أن نحيا. شهداء سبايكر وكذلك شهداءنا شهداء النظام المقبور، طريق واحد وقاتل واحد والمقتول واحد. نرى أن في ذلك الوقت العصابات صدام الكافر أعدموا شهداءنا بالمقابر الجماعية وكذلك بالتيزاب، وكذلك قتل شبابنا ونساءنا. وهذا اليوم طريق واحد والهدف واحد، صدام حسين والبعثيين هم أساس قتل مجزرة سبايكر. مديرية شهداء الكرخ تنظم حملة للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى من أبطال الحج الشعبي. نظمت مديرية شهداء الكرخ حملة للتبرع بالدم لصالح الجرحى من أبطال الحج الشعبي. الحملة التي نفذت بالتعاون مع مدينة الإمامين الكاظمين الطبية وشارك فيها موظفو المديرية جاءت بناء على توجيهات رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري المتضمنة تعزيز صمود مقاتلي الحشد الشعبي الأبطال وهم يتصدون إلى عصابات داعش الإرهابية التي تحاول النيل من أرض الوطن ومقدساته. بناء على توجيهات السيد معالي رئيس المؤسسة المحترم على التعاون والتنسيق مع المستشفيات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لذوي الشهداء، تم التنسيق مع مستشفى مدينة الكاظمية التعليمي لتنظيم حملة تبرع بالدم لموظفين من مديرية شهداء الكرخ بدعم جرحى الحشد الشعبي والجيش العراقي. منطلق الواجب الديني والواجب الوطني والواجب اللي يفترض أن يكون على كل عراقي أبي، أن يدافع عن كل شبر عن أرض العراق وأن يدافع عن كل بريء من أبناء شعب العراق. ونحن بدأنا برامجنا في دعم الحشد الشعبي ماديا ومعنويا ليس من هذا اليوم، وإنما أبناؤنا من منتسبي مؤسسة الشهداء كثير منهم ذهب لأداء الواجب المقدس في المناطق الساخنة ولبس زيه العسكري وحمل سلاحه، وهناك كثير من التبرعات من المؤسسة وصلت عبر هذه الأشهر التي مضت. نحن معهم أولا تلبية لنداء الوطن، ثانيا لتلبية نداء المرجعية، وثالثا لتلبية لنداء الحكومة.
أهلا بكم من جديد. يفخر العاملون في مديرية شهداء ميسان بما قدموه من خدمات وما حققوه من إنجازات لصالح ذوي الشهداء في المحافظة على مدى السنوات الماضية، وفاء لدماء الشهداء وتعويضا لذوي الشهداء عن معاناتهم في حقبة الدكتاتورية. في التقرير الآتي جوانب من نشاطات المديرية في هذا الاتجاه لنتابع. بين مديريات الشهداء المنتشرة على طول وعرض خريطة العراق، تقف مديرية شهداء ميسان باعتبارها واحدة من المديريات المتميزة من حيث مستوى الإنجازات التي قدمتها في مسيرتها التي تمتد إلى نحو 8 سنوات. الخدمات التي قدمتها المديرية إلى ذوي الشهداء من أبناء ميسان تنوعت لتشمل جميع نواحي حياتهم، تعويضا عن الحيف الذي طالهم في حقبة حكم نظام البعث البائد. قامت المديرية منذ الآونة الأولى في تقديم كافة المساعدات لذوي الشهداء وقدمت كثير من الإنجازات إلى ذوي الشهداء. أما على صعيد الإنجازات العملية والاقتصادية والمالية، فقد تم استحصال موافقات لإرسال ذوي الشهداء إلى الديار المقدسة بواقع حوالي أكثر من 400 عائلة من ذوي الشهداء، كما تم ترويج واستسلام ذوي الشهداء مبالغ ماليه لمنحه البدل النقدي بالغ 82,950,000، وذلك بمعدل بما يقارب اكثر من 76,817,000,000 دينار عراقي. باضافه لذلك، تم تسليم ذوي الشهداء قطع اراضي سكنيه لذوي الشهداء حيث بلغت اكثر من 529 ارض سكنيه، وبواقع بدل نقدي لكل قطعة السكن ب 30 مليون دينار عراقي. وبهدف توفير السكن اللائق بذوي الشهداء، خطت مديرية شهداء ميسان خطوات واثقة مكنتها من توزيع عدد كبير من الوحدات السكنية بنوعيها العمودي والأفقي بين ذوي الشهداء من أبناء المحافظة، فيما شملت المديرية آخرين بتوزيع قطع الأراضي السكنية والمنحة العقارية ليتمكنوا من تشييد دور سكنية لهم. خدمات حقيقة، هناك خدمات أخرى قدمتها مدير شهداء ميسان إلى ذوي الشهداء، حيث قامت ببناء مجمع سكني بواقع بمساحة قدرها 150 دونم بعدد أراضي أو بعدد دور سكنية بواقع 807 قطع أرض سكنية بناء أفقي. إضافة إلى ذلك، فهناك مجمع سكني آخر لذوي الشهداء، عبارة عن مجمع سكني في منطقة الطابو المدثرة بواقع 108 شقة سكنية لذوي الشهداء. إضافة إلى ذلك، كانت هناك مديرية شهداء ميسان ودار الضيافة ومجمع آخر لذوي الشهداء عبارة عن قطع أراضي لذوي الشهداء. الشعبة الاجتماعية تمثل قلب مديرية شهداء ميسان، وعبرها تمر مجموعة من الحقوق والامتيازات التي أقرها قانون المؤسسة إلى ذوي الشهداء. فهذه الشعبة تتعامل مع حاجات ذوي الشهداء الأساسية ليقوم المتخصصون بتوفيرها كل حسب اختصاصه. قامت الشعبة الاجتماعية بتقديم الخدمات المتنوعة لذوي الشهداء المتعلقة بالجانب الصحي، وكذلك المتعلقة بزيارة عوائل الشهداء، وكذلك شؤون الطلبة، تقديم المنح والمكافآت، وكذلك الاهتمام بإكمال الدراسات لذوي الشهداء الذين حرموا من إكمال الدراسة بسبب ممارسات النظام البائد. وكذلك المحور الثاني الذي اهتمت به مديريتنا هو الشهيد، هو نفس الشهيد، تراث الشهيد، مظلومية الشهيد، بطولات الشهداء. عملت مديريتنا على توثيق سيار الشهداء وبطولاتهم في المرحلة السابقة، ونشر هذه البطولات لكي يرى ويسمع العالم مدى الظلم الذي وقع على الشعب العراقي في تلك الفترة. عبر شعبة الحسابات في مديرية شهداء ميسان تصرف الأموال اللازمة لتوفير الخدمات المختلفة إلى ذوي الشهداء، ومنها مبالغ بدل الوحدة السكنية والمنح الدراسية للطلبة والإعانات الصحية للمرضى، فضلا عن بدلات إيجار الدور التي يسكنها عدد من ذوي الشهداء. تم توزيع المبلغ من تاريخ افتتاح المؤسسة ولغاية ونهاية 2014 هو 93,600,672,000. المشمولين بهذه المنافع هم بدل وحدة السكنية لكل عائلة شهيد اللي هو 82,950،
تم توزيعها على ذوي الشهداء اللي مستحقين من هذا البدل. كذلك تم توزيع المنحة العقارية اللي هي 30 مليون على كل عائلة شهيد مستلمة قطعة أرض لغرض البناء. تم توزيع المنح الطلبة اللي الطلب اللي المؤسسة تكفلت الطلبة اللي مستمرين بالدراسات، وهذا تدفع المبالغهم سنويا لكل الطلبة. وكذلك توزيع الإيجارات بدل إيجارات لكل عائلة شهيد مستأجرة بيت للإيجار، تتكفل المؤسسة سنويا بدفع الإيجارات. والإعانات المرضية لكل عائلة شهيد اللي هي تعالج، تتكفل المؤسسة العلاج من الأمراض السرطانية، أنواع الأمراض المختلفة. وحيث أن مؤسسة الشهداء أخذت على عاتقها مهمة فتح جرائم نظام البعث البائد التي ارتكبها ضد العراقيين على مدى أكثر من 3 عقود من الزمن وتوثيق تضحيات الشهداء، فقد كان لشعبة الإعلام والعلاقات العامة في مديرية شهداء ميسان دور مهم في كل ذلك عبر نشاطاتها التي بات يلمسها أبناء ميسان في شوارع وساحات المدينة. شعبة الإعلام والعلاقات العامة من أهم الشعب في مديرية شهداء ميسان، تهتم بأعمال سير الشهداء، جمع وتوثيق سير الشهداء، تسمية الشوارع بأسماء الشهداء، طبع فليكسات ضوئية في الأماكن والشوارع العامة، إقامة الاحتفالات والمهرجانات في المحافظة التي تخص قيم الشهيد والشهادة، إقامة نصب تذكارية للشهداء وفيها عدة أقسام، منها توثيق جرائم البعث، شعب وحدة المعارض، معارض الصور. حتى وقت قريب كانت مؤسسة الشهداء توصف بأنها مؤسسة فتية، لكن الخبرة التي اكتسبها العاملون في المؤسسة ومديرية شهداء ميسان جعلت النجاحات تتوالى والإنجازات تترى في خدمة ذوي الشهداء. ساعد في ذلك التعاون الذي وجدته المديرية من قبل الجهات ذات العلاقة. مؤسستنا اليوم قطعت شوط كبير، وأن الخط البياني لأداء مديريتنا في تصاعد متزايد، وذلك لسببين. السبب الأول هو اكتساب الخبرة لموظفينا بكيفية إنجاز المعاملات الإدارية وتقليل الروتين بأقل وقت ممكن، والجانب الثاني هو معرفة الموظفين في كيفية التعامل مع ذوي الشهداء، لأن ذوي الشهداء الحقيقة المظلومية التي تعرضوا إليها هنالك حاجز نفسي لذوي الشهيد، لأن ذوي الشهيد كان يعامل في زمن النظام البائد كأقل من المواطن. اليوم المطلوب منا ومن دوائر الدولة كافة أن نتعامل مع ذوي الشهيد باعتبار أكثر من مواطن حسب ما نص عليه قانون المؤسسة، وكذلك التوجيهات الصادرة من الحكومة المركزية والحكومة المحلية. الحقيقة كل ما نقدمه لذوي الشهداء يبقى هو قليل بحقهم، ونأمل تحسن الوضع الاقتصادي للبلد يمكننا من تقديم المزيد من الخدمات لذوي الشهداء، والله المستعان. وتمثل مديرية شهداء ميسان لؤلؤة في عقد كبير عنوانه مؤسسة الشهداء، إذ يحرص العاملون فيها على بذل أقصى طاقاتهم من أجل أن ينال ذوي الشهداء حقوقهم وامتيازاتهم كاملة بموجب القانون. في كلية التربية الرياضية بجامعة القادسية حصل الطالب علي محمد حطاب على شهادة الدكتوراه في التربية الرياضية بتقدير امتياز، ليحتل موقعه بين الطلبة من ذوي الشهداء الذين ينالون شهادة عليا عبر قناة مؤسسة الشهداء. مع هذا التقرير، شهدت كلية التربية الرياضية في جامعة القادسية مناقشة الطالب علي محمد حطاب عن أطروحته للدكتوراه الموسومة تقويم واقع الاحتراف الرياضي في الأندية الرياضية باستعمال بطاقة الأداء المتوازن. وقررت لجنة المناقشة منح الطالب شهادة الدكتوراه في التربية الرياضية بتقدير امتياز. اليوم جرت مناقشة طالب الدكتوراه علي محمد حطاب
الموسوم وتأثير بطاقة دراسة واقع الاحتراف باستخدام بطاقة الأداء المتوازن في العراق للاعبين المحترفين. حقيقة هذا فد عمل رائع وكبير بني على فد استراتيجية حديثة لواقع الاحتراف بالعراق من أجل يعني وضع استراتيجية مهمة لتطويره وبالتالي اللحاق بركب المتقدمين في هذا الدور. حقيقة هذا الموضوع موضوع حساس ويلامس واقع الكرة العراقية حاليا. واقع الاحتراف طبعا فرض الاتحاد الآسيوي على الكرة العراقية أن تطبق نظام الاحتراف في 2012 لغرض المشاركة في بطولة آسيا 2015، بالتالي الاحتراف أصبح علينا فرض واقع أنه تطبيقه، وهذا الواقع الجديد على اللعبة العراقية ومتعلقات المالية والثقافية وكثير من الأمور متعلقات به يواجه مشكلة وصعوبات كثيرة من قبل الأندية. تلاحظ احنا الأندية بالتطبيق الاحتراف أصبحت الأندية أكثر الأندية هي أندية غير مؤسساتية. الأندية المؤسساتية عندها قابلية أن تشتري لاعبين لوجود التمويل الكافي والملائم لهذا اللاعبين، لكن بعض الأندية الغير مؤسسة تواجه مشكلة وصعوبة بتوفير المادة لشراء اللاعبين وبرام العقود. الباحث الذي اختار لبحثه موضوعا ذا صلة مباشرة بفرق كرة القدم العراقية وتداعيات نظام الاحتراف على أدائها ونتائجها المحلية والقارية، ثمن الدور المهم الذي تلعبه مؤسسة الشهداء في دعم الطلبة من ذوي الشهداء، معبرا عن شكره للاهتمام الذي تبديه رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري بطلبة الدراسات العليا. حقيقة كانت اللجنة متعاونة جدا وواعية جدا لمسؤولية هذه الإطروحة، وتمت المناقشة بكل تفاصيل الإطروحة من العنوان وحتى آخر حرف فيها، والنتائج جميلة ومشجعة ورحب بها الجميع، وحصلنا على التقدير المطلوب والمميز. ولا أنسى يعني في من ضمن هذا الحديث أنه الدور الكبير للراعية الأولى لهذا الموضوع وللعشرات من الطلبة أمثالي وهي مؤسسة الشهداء التي وإذ تمنح مؤسسة الشهداء المتفوقين من ذوي الشهداء فرصة مواصلة دراستهم العليا، فإنما لتؤكد قدرة ذوي الشهداء على نيل الشهادات العليا بعد أن ظلوا محرومين من هذا الحق الطبيعي في حقبة الدكتاتورية البغيضة. مشاهدينا الكرام، وبهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.